شارك سعادة النائب الدكتور هشام العشيري في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي صباح اليوم، وذلك ضمن مشاركة وفد مجلس النواب في اجتماعات البرلمان العربي، وذلك في إطار التحضير للجلسة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث والمقررة غدا الأحد. للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب عضو البرلمان العربي. نرحب بك في نشرة أنباء الثالثة. دكتور، بداية، ما هي أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها اليوم خلال اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على إعطائي فرصة في هذه الاستضافة للحديث عن اجتماعات اللجان في البرلمان العربي التي عقدت صباح اليوم في العاصمة المصرية القاهرة. اليوم تم في اجتماع لجنة التشريعية والقانون وحقوق الإنسان مناقشة عدد الموضوعات، منها مسودة مشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2022، ومسودة مشروع خارطة طريق مقترحة لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية بحلول عام 2026. وأيضا تم الاطلاع على مجموعة من المذكرات اللي قدمتها الأمانة العامة للبرلمان العربي للجنة التشريعية ضمن جدول الأعمال. نعم سعد نائب، لو تحدثنا عن تقرير حالة حقوق الإنسان وما جاء فيه. نعم، تقرير حالة حقوق الإنسان تم عرضها اليوم وهي في الاجتماع الدوري للجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان لاستعراض حالة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية وفي الدول العربية. وتم في هذا اللي هو التقرير الحالة استعراض مجموعة من القضايا مثلها، مثلا أولا الوقوف على التحديات اللي تواجه الدول العربية في مجال حقوق الإنسان. نعم. في العام 2022 تم استعراض مجموعة من التحديات اللي تواجهها الدول العربية. أيضا تم استعراض تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الدول العربية في مجال حقوق الإنسان، وتحديدا في مجال الأمن الغذائي، تأثير على الأمن الغذائي، وشلون الدول العربية استطاعت أن تواجه هذا الموضوع من خلال استراتيجيات منظمة، وأيضا استعراض تأثيرات المناخ وتأثير على حقوق الإنسان وجهود الدول العربية لمواجهة هذه التغيرات المناخية والاتفاقيات الدولية اللي أبرمتها. أيضا نعم. تم استعراض حالة حقوق الإنسان ضمن جهود الإغاثة التي تمت في أثناء الزلزال تعرضت لها سوريا وتركيا، والآليات الدعم اللي قامت بها الدول العربية في هذا الموضوع، مع تقديم توصيات ومقترحات مستقبلية تسهم في تحديث وتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية. نعم سعادة النائب، حول موضوع مسودة مشروع خارطة الطريق لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية بحلول عام 2026، ما هي أهم أهداف هذه المسودة؟ خارطة الطريق هذا الله يسلمك، احنا نلاحظ ان الآن الدول العربية للأسف يعني مع ازدياد حالات الحروب الداخلية التي تنعكس على الأطفال وعلى الأسر العربية، الأسر العربية التي يعني تكون غير قادرة على تأمين قوت عيشها، فبالتالي تتجه إلى الدفع بالأطفال ويجمعهم في سوق العمل. فإحنا عملنا اليوم في اللجنة تسليط الضوء إقليميا على خطورة هذه المشكلة، ووضعها في صدارة الموضوعات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تدعو لوضع حد للعمل الجبري وعمل الأطفال إن شاء الله. نعم، من القاهرة سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.